في الجامعة الأردنية أكبر وأعرق صروح التعليم الجامعي في المملكة، تظاهر عدد من طلبتها احتجاجا على قرار إدارة الجامعة رفع الرسوم الجامعية لطلبة الموازي والدراسات العليا، بعضهم متضامن والآخر تضرر بشكل مباشر من هذا القرار. وبين مؤيد ومعارض لهذا القرار آراء مختلفة لطلبة الجامعة، جزء ذهب إلى رفضه نهائيا مطالبا إدارة الجامعة بالتراجع عنه لأنه يمس أكبر شريحة في المجتمع خاصة لطلبة الدراسات العليا، وآخرون طالبوا برفعه على بعض التخصصات الجامعية دون غيرها. تم اتخاذ القرار في وقت حساس، ما استطعنا أن نخرج ضد هذا القرار. هذا القرار غاشم، يؤثر على كل أسرة أردنية، ويمثل أي واحد بده يدرس دراسات عليا زاد عليه الدراسة 100 دينار. أنا الآن طالب دراسات عليا ومنضم تحت هذا التجمع، التجمع يمثل الجميع وبرسالة واحدة، ما في لا تفاوض ولا تراجع، مطلب وحيد إلغاء القرار. برأيي أنه المفروض غلوا التخصصات اللي عليها طلب، مش أنه كل التخصصات مرة واحدة، يعني لازم أنهم موازنوا بهاي الشغلة. بس يعني صارت الكل، يعني صارت عنا إحنا بالآداب 60 ساعة، فما حسيت إنه كتير عادل هذا الإشي. من وجهة نظري رفع الرسوم الجامعية يعني ما إلهاش مصلحة نهائيا الجامعة ترفع رسومها، لأنه صف الواحد إذا بده يدرس بجامعة خاصة نفس الشيء حتصفي سعر الساعة عليه. اتحاد الطلبة أيضا رفض القرار قبل الإعلان عنه، مبررا لإدارة الجامعة رفع الرسوم على الموازي والدراسات العليا نتيجة العجز في موازنتها، ومطالبا الحكومة بالدعم المالي للجامعة التي حرمت منه منذ سنوات. في اتحاد الطلبة نرفض هذا القرار كليا، بدأنا من رفضه من بداية، كان مسودة قرار كان يحتوي أكثر من هذه الشرائح، أكثر من الموازي وأكثر من الدراسات العليا، إلى بعض التخصصات في التنافس، بالإضافة إلى القوائم الاستثنائية. رفضنا جملة تفصيلا، الحمد لله استطعنا أن نستثني بعض هذه الفئات، لكن للأسف صدر القرار برفع على الموازي والدولي بنسب تتجاوز 100% في بعض التخصصات خاصة ما يتعلق بالدراسات الدولية. نحن أيضا نوجه اللوم للحكومة لعدم توجيه الدعم اللازم للجامعات، يعني الجامعة الأردنية حرم عنها الدعم منذ سنوات الذي يجب أن يذهب لها. من جهتها إدارة الجامعة تقول إن القرار اتخذ نتيجة ارتفاع كلفة الطالب الجامعي والتي تكلف الجامعة أضعاف ما يتحمله الطالب، وإن رفع الرسوم لم يشمل طلبة التنافس والتي تمثل الشريحة الأكبر. كلفة الطالب الجامعي كلفة تدريس، فالكلف مرتفعة جدا، والرسوم الجامعية لم ترفع منذ سنوات طويلة جدا، وأصبحت قضية الرسوم هناك ساعات، برامج الساعة المعتمدة فيها 16 دينار أو 20 دينار. الجامعة الأردنية لا تتلقى دعما يمكنها من الاستمرار، يسد العجز في موازنتها، عجز كبير. الرسوم الجامعية مع زيادة الرسوم لا تسد عجز الجامعة. المشروع على 4 سنوات قد يمكن الجامعة من أداء رسالتها بالشكل الصحيح وليس السنة الحالية. وفي دراسة أجريت لهذا القرار بينت أن الجامعة تتحمل 50% من كلفة تعلم طالب البكالوريوس في البرنامج العادي، كما يكلف الجامعة نحو 20 مليون دينار سنويا، إضافة إلى أن الهدف الأساسي من قرار الرفع هو تحصين العملية التعليمية. ويبقى قرار رفع رسوم الموازي والدراسات العليا في الجامعة الأردنية بحاجة إلى إنصاف من قبل الحكومة، بين جامعة تعاني من عجز سنوي ومديونية كبيرة، وطالب أثقلت كلفة التعليم كاهلة كما يرى مراقبون. مصعب الشريف، اليرموك.